الموضوع معنا من سوق دبي السيد وليد الخطيب مدير عام شركة ضمان. مرحبا بك سيد وليد. لماذا أهلا لماذا اختلفت التداولات بين دبي وأبو ظبي ولو أن دريك أند سكال ما تزال الأنظار عليه؟ يعني لدينا يعني نوع من الفلترة في اختيار الطريقة التي يتداولون أو يضاربون بها. يعني إلى حد ما هو ما حدث نتيجة الارتفاعات اللي شهدناها خلال الفترة الماضية كان لابد من وجود عمليات جني أرباح على بعض المستويات. كسر السوق في دبي 2500 كان مهم، وصل 2560 حتى يكون صعود متتالي أو صعود متتابع خلال الفترات المقبلة. لابد من وجود عمليات جني أرباح، عمليات تريح على 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 المؤشر العام بشكل اساسي. لاحظنا انه اختبر اليوم مره ثانيه من مستوى 2560، جاب اليوم 2500 حتى 2490 عن انخفاض يوم امس وانخفاض بدايه الجلسه اليوم. كذلك شهدنا الحال في ابو ظبي، كان هناك يعني نفس النمطيه في عمليه التراجع. لاول مره نشهد القطاع البنكي ينخفض يوم امس كان بالنسبه بالذات لابو ظبي. لاحظنا اليوم بدايه الجلسه كانت كذلك على نفس وتيره اغلاق يوم امس، ولكن نهايه الجلسه اختلفت كليا لانه هناك حاله من التفاؤل العام بالنسبه للمستثمرين انه الصعود اللي حدث اليوم لن يكون تغيير مسار الصعود فقط في جلسه او جلستين، ولن يكون هناك تغيير لانه عمل الاسعار اللي وصلت لها الاسهم ما زال من المبكر الحديث عن عمليات جني ارباح، الحديث عن خروج مكثف للمضاربين او حتى كبار المستثمرين. اعتقد انه هاي كلها تحضيرات لفتره ما بعد شهر رمضان، واحنا شهدنا رمضان حقيقه شهر قوي، لم نكن نتوقع هذه القوه بالنسبه لشهر رمضان حتى فيما خاصه فيما يتعلق باحجام التداول. السيوله او نتائج الشركات للان لم تعزز اداء السوق، نامل ذلك خلال الفتره المقبله حتى يكون هناك نمطيه في الارتفاع معزز باخبار عن اداء الشركات للربع الثاني، وهذا مهم بالنسبه لنا. طيب خلينا ناخذ بعض الاخبار حول الشركات واعود اليك سيد وليد. ارتفعت الارباح الصافيه لشركه الاتصالات المتنقله دوب الربع الثاني بنسبه 46%، ووصلت المبالغ الى 474 مليون درهم. ارباح السهم 10 فلوس في الوقت الذي زادت فيه ايرادات الشركه في الربع الثاني نسبه الزياده بالايرادات 12%، والمبلغ تجاوز المليارين و600 مليون درهم. ايضا هناك نمو في الارباح النصف سنويه ب 43%، المبلغ كان كثير قريب من المليار او حوالي 941 مليون و800 الف درهم، وفيما هذا وضع السهم الذي تجاوب بثلاثه فلوس اذا لدو. ايضا بالنسبه لاخبار الشركات المصرفيه، ارتفعت الارباح الصافيه لبنك دبي التجاري خلال الربع الثاني بنسبه 3% مقارنه مع ذات الفتره من العام الماضي، ليقترب المبلغ من 251 مليون درهم، وأرباح السهم وصلت إلى 12 فلس. أيضا ارتفعت الأرباح نصف السنوية بأكثر من 2.3%، والمبلغ كان قريب من النصف مليار درهم. هذا بالنسبة إذا لدبي التجاري والذي إذا أشار إلى نمو في الأرباح كذلك. لنعود إليك وليد، يعني حتى على مستوى القطاع المصرفي متباين الأداء، لكن دائما القطاع المصرفي في أبو ظبي يشهد تماسك واضح. هل برأيك لأنه العدد يكون يعني كثيف أكثر في سوق أبو ظبي، أو أن هناك اختلافات يعني ممكن ملاحظتها على مستوى كثير من الخدمات التشغيلية أو حتى على مستوى الحجم السوقي؟ يعني الى حد ما نعم، يعني هناك اختلاف واضح في نمط التشغيل للبنوك في ابو ظبي عنها في دبي. اعتقد انه في نوع من الكونسنتريشن اللي هو كثافه التمويل لاطراف معينه في دبي عنها في ابو ظبي، لكن بصوره عامه كلا البنوك استطاعت ان تخرج من الـ من الـ من النفق المظلم اللي كانوا فيه خلال الخمس اعوام الماضيه. كلا القطاعين او كلا البنوك في 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 اماره ابو ظبي او حتى في دبي اليوم وضعها اصبح افضل. الحركه اللي نشهدها هي مكثفه اكثر بالنسبه للقطاع البنكي، لانه القطاع البنكي في ابو ظبي هو وزنه اكبر على المؤشر من القطاع البنكي في دبي، لذلك هو مهم اكثر بالنسبه ده. الاخبار ذكرتها الان هي
معظمها ايجابي، حتى فيما يتعلق في ارباح دو، فيما يتعلق في ارباح بنوك شهدناها خلال الاسبوع الماضي. بعض البنوك صدرت اخبارها، بنك الامارات دبي الوطني، بنك ابو ظبي الوطني، كل هاي الاخبار خاصه القطاع البنكي، الاسهم القياديه في القطاع البنكي لعبت دور جيد في انه الاجواء العامه جيده. احنا الان بانتظار اخبار مهمه عن نتائج شركات القطاع العقاري، واللي هو يشكل الجزء الاكبر كذلك بالنسبه للمؤشر بسوق دبي، كذلك بالنسبه للمؤشر بسوق ابو ظبي، خاصه بعد وجود الكيان الجديد المتعلق في دار وسروح في ابو ظبي. هاي الاخبار مهمه، اعتقد انه نفسيه المستثمرين مطمئنه تجاه هذه الاخبار، واعتقد انها ستكون جيده وتدعم الاداء العام الايجابي بالسوق بشكل عام، ولن يكون هناك مفاجات سلبيه سواء على القطاع المصرفي او على القطاع العقاري او حتى على قطاع اتصالات بشكل يؤثر بشكل سلبي على الاسواق. دبي للاستثمار وليد، ما الذي يجري عليه؟ يعني بعد هذه الشهيه الكبيره لعمليات الشراء، نعم. هل هي فقط تكتيكات مضاربيه وعلى السلام ان يهدأ؟ هي الى حد ما حالات استباقيه وتكتيكات مضاربيه جزء منها، ودخول كبار مستثمرين على السهم جزء من المعادلة العامة، ولكن هناك ما يبرر دخولهم على دريك على دي اي سي بدل من اسهم اخرى، هو انه دي اي سي هي شركة تقوم بتملك الشركات وإعادة هيكلة لها وتنظيفها وتشغيلها وتطويرها بشكل يتناسب مع استراتيجية الشركة، ومن ثم قيام ببيع هذه الأصول. هذه الأصول أو الشركات التي تمتلكها دي اي سي هي كان عليها عمليات امبيرمنت قوية، عمليات خفض في قيمة الأصول خلال فترة الأزمة بشكل قوي، أدى إلى انخفاض قيم الأصول بشكل واضح، أدى إلى التأثير على الميزانية العامة لهذه الشركة بشكل مضر جدا. ولكن الآن أي تحسن سواء في قطاع العقار، في قطاع الصناعي، في الدورة الاقتصادية في الدولة، هذا كله سينعكس بشكل قوي على قيم هذه الأصول، وسيعود بالربح على كتقييمات، أنا أتكلم على شركة على الدي اي سي، وبالتالي يصبح أي سعر يصل إليه خلال الفترة الحالية هو مبرر مستقبلا فيما يتعلق بالنسبة لربحية الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة في أمور التقييمات واللي هي بلا شك ستنعكس عليها بشكل واضح، بالإضافة إلى سياسة الشركة المقنعة والاستراتيجية الجيدة اللي المستثمرين بيشوفوها حكيمة إلى حد ما، وإنها جيدة خلال الفترات المقبلة بالنسبة للشركة. ودائما ما نتبع حكمة الوقت. أشكرك وليد الخطيب على كل هذه المعلومات. شكرا.